السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار من قناة يوميان صيدلاني. رايد من عندكم الاشتراك بالقناة واللايك والمشاركة، وأي شيء تحتاجونه من عندي بالقناة وتطلبونه من عندي أنا أقدر أساعدكم بيوت حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الصيدلاني على الصفار. اليوم راح أشرح لكم على موضوع جديد وظهر حديث طبعا والناس مخبوصة به، اللي هو عبارة عن سلالة جديدة من فيروس كورونا اللي ظهر بالدول الاتحاد الأوروبي مثل بريطانيا أو هولندا، لكن لحد الآن ماكو أي أعراض لهذا المرض ولا أي دراسة حكت على هذا المرض. لكن إحنا لازم نتخذ بعض التدابير البسيطة اللي هي لبس الكمام والجفوف واستخدام المعقمات والأخذ بعض الفيتامينات، من أهمها اللي هو عبارة عن فيتامين D3 طبعا أي شركة، او الزنك هم اي شركة موجودة متوفرة عندكم، والفيتامين سي وبعض اللي هو عبارة عن فيتامين سي فوار او الملتي فيتامين، وان شاء الله الله يجنبكم هذا المرض.